السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله فيديو النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نعزل خشب معرض للشمس والمطر ونحافظ عليه وندهنه في خطوات بسيطة وسهلة وسريعة جدا ان شاء الله. طبعا كده الشكل النهائي للبوابة اللي هنشرع عليه فيديو النهاردة بعد ما انتهينا من مراحل الدهان، هنشوف الخطوات ازاي، فلو انت مهتم خليك معايا. تمام، اول مرحلة بقى هنعملها هي مرحلة الصنفرة. هنجيب صنفرة رقمها 80 خشن ونبدأ نصنفر الخشب. تمام، يعني الخشب اللي موجود بالقص هنبدأ نصنفره قص، والخشب اللي موجود بالطول هنبدأ نصنفره طول. تمام، يعني المراحل اللي بشرح عليها فيديو النهاردة ان شاء الله تقدر تطبقها على اي خشب معرض للشمس بحيث انك تحافظ عليه من الشمس ومن المطر. تمام، وبرضك قبل مرحلة الصنفرة ممكن تجيب معجون وتمعجن الاماكن البسيطة، بس المعجون ده عبارة عن معجون بلدي او معجون بلاستيك. تمام، طبعا احنا شرحنا كتير لشغل المعجون، فممكن تراجع فيديوهاتي وتشوف الشرح. تمام، هنبدأ بقى نجيب فيلر. ده فيلر يا شباب اساس دوكو ناري المستخدم في دهان السيارات. تمام، ده اللي هندهن بيه البوابة علشان نعزل البوابة من الشمس ومن المطر. ده افضل حل انك علشان تعزل اي خشب معرض للشمس هتجيب له دوكو، اساس دوكو ناري. تمام، ونبدا نضيف عليه التنر الحار. طبعا ده تنر حار يا شباب، وده فيلر موجود في السوق المصري. وبالنسبه للشباب اللي خارج مصر ممكن تجيب اساس دوكو ناري. اساس دوكو ناري متوفر طبعا في جميع المحلات البويه، اللي هو دهان ناري المستخدم في دهان السيارات. تمام، ونبدا نخفه بنفس الطريقه، نسبه التخفيف 10% بس. تمام، لغاية ما يوصل معانا بنفس اللزوجة دي. لو اول مرة بقى بتشوفنا، فضلا وليس امرا اشترك معانا في القناة ولايك للفيديو وشارك الفيديو مع غيرك علشان يستفاد. تمام، ونبدأ بقى في عملية الرش بنفس الطريقة كده. تمام، يعني اول حاجة بنبدأ نرش قص يعني بالعرض الشغل. طبعا انت ممكن المراحل دي تشتغل على اي شغل، مش شرط بوابة خشب، يعني حتى لو عندك حل او اي خشب معرض للشمس بنفس الطريقة بيبدأ الشغل بيكسي معانا اهو يا شباب. وبرضك لو انت مش متوفر عندك مسدس، طبعا مش هينفع انك تشتغل بالفرش. تمام، فهتستبدل الدوكو الناري. تمام، باساس لا مش اساس بقى مش اساس دوكو ناري طبعا. هتجيب لاكيه مط او صباغة زيتية مطفية او بوهية زيتي بس مطفي. ما انصحش طبعا انك تجيب لامع، يعني اللامع بيبقى مشاكله كتير وبيقشر من الشمس، فالافضل انك تجيب بطانة زيتي مطفي، مط يعني مطفية غير لامعة طبعا. واللي خارج مصري صباغة زيتية او لاكيه او زمالتو، اي صبغة مطفية. تمام، اي صباغة زيتية بس مطفية غير لامعة. تمام، وهتبدأ تخفه بالتنر البارد او بالبنزين الحار. تمام، احنا طبعا كده بنشرح مرحلة تأسيس بس، فبرضك اللي عايز يشوف مرحلة التشطيب بتبقى ازاي، طبعا احنا شرحنا فيديوهات كتير لشغل الدوكو الناري، دوكو فرن كمان لامع. الفيديوهات دي طبعا عند قسم خاص بطلائق الابواب الخشبية، القسم ده هسيبهولك في شاشة النهاية، في كل ما يخص دهان الدوكو ومراحل التأسيس ومراحل التشطيب. تمام، وبرضك لو عندك بوابة حديد معرضة للشمس برضك احنا شرحنا ليها فيه. طبعا احنا بنبدأ نرش الشغل وشين، ما بينفعش وش واحد. تمام، علشان يكسي معاه احنا رشينا وش واحد وتركناه بس تقريبا كده ساعة، وبنبدأ نرش الوش التاني زي ما واضح معاك. تمام، طبعا بعد مرحلة التأسيس دي انت ممكن بقى تبدأ مراحل تشطيب، بس لو انت عايز تحافظ بس على الخشب بنفس الطريقة بس، هتمعجن الشغل في الاول وتصنفره وتبدأ في مرحلة التشطيب او مرحلة الرش زي ما واضح معاك. تمام، طبعا كده الشكل النهائي بعد ما انتهينا من مرحلة التشطيب. فلو عندك اي سؤال حط لنا سؤالك وان شاء الله هرد عليك.